مش اكتر خلي ولا اقل. خلي حضرتك معايا، معايا دكتور كمال شاروبين محافظ الدقهليه. سياده المحافظ مساء الخير يا فندم. مساء الخير بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم حضرتك. هل عند حضرتك اي فكره عن هذا الموضوع؟ لا الحقيقه الموضوع يظهر انه قديم شويه قبل ما اجي، انا لسه يمكن من 4 شهور جيت المحافظه. اي فندم. والواضح انه طبعا موضوع اليافطه ده موجود من زمان، انا اللي زي ما متابع مع حضرتك وسامع انه كانت في يافطه محطوطه وبتقول هي اخيرا اتشالت من شهور. فانا مش عارف اتشالت ليه الاول، فما عنديش يعني فكره عن الموضوع. ثانيا احنا طبعا بنكن كل الاحترام لاسر الشهداء واسر المصابين، وزي ما سيادتك يمكن ذكرت انه سياده الرئيس مهتم بهذا، بالعكس ده انشات هيئه خاصه لرعايه اسر الشهداء والمصابين، ويمكن لاول مره كمان احنا في المحافظه هنفتح يوم الاحد مكتب خاص برعايه اسر الشهداء والمصابين. ممكن الو حضرتك معايا؟ اتفضل يا فندم. وممكن حضرتك هي يعني اتشرفنا في المحافظه في مكتب اسر الشهداء اللي هنفتحه يوم الاحد القادم، وتقول هي طلباتها ايه وان شاء الله ندرس الموضوع. طيب السيده سلوى مع سيادتك، تفضلي يا فندم. سياده المحافظ مع حضرتك. اهلا يعني سياده المحافظ. اهلا بحضرتك يا فندم. انا والده الشهيد احمد حسين. يعني قابلت حضرتك مره. انا سمعت يا فندم الحوار، واهلا بحضرتك. احنا أهلاً الحمد لله فتحنا مكتب لرعايه اسر الشهداء. طيب شيء جميل. يوم الحد القادم في الدور الثاني في مكتب خاص، حضرتك هتيجي تشرفينا وتقولي كل اللي انت حضرتك عايزاه، واحنا ان شاء الله هندرس اشوف الموضوع ليه اتشالت اليافطه وان شاء الله نحاول نرجعها تاني. حاضر باذن الله. هي ما اتشالتش، هو مرفوع قضيه رافعها له لشيلها. هو في قضيه، فين القضيه يا فندم؟ عشان خلاص هم دلوقتي بيقولوا تتشال بناء على القضيه اللي يعني هم مش عايزين الاسم يبقى موجود من الاخر، رافعين دعوه عشان يشيلوا الاسم، ومتضامن معاها مجلس الامناء ومتضامن ناس في هذا الامر. هنشوف مين اللي رافع الدعوه يا فندم. ثانيا انه موضوع تشيل اليافطه وده ده بتبقى تغيير في اوراق المدرسه او اختام المدرسه، ما اتغيرتش يا باشا. اجراءات. طيب يا فندم هنحاول ان شاء الله. يا باشا ده من اليافطه متعلقه من 6 17 او 9 وما غيروش حاجه، لو لا التربيه والتعليم اتحركت ولا الاداره اتحركت وحطوا الاسم كده بس. سيادة المحافظ الواضح انه اتحط الاسم والسيد المحافظ طبعا سيادة اللواء شعراوي اللي قبل حضرتك على طول عمل قرارات وعمل الصح اللي هو بيتعمل مع اسر الشهداء في 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 كل مكان دكتور احمد شعراوي، وبالتالي انه ال 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 انه ما اتعملش الشغل التاني اللي هو تعديل بقى في المدرسه في الاجراءات في الاختام في الحاجات اللي هي الاجرائيه اللي بعد كده او الاداريه اللي بعد كده، او ربما حصل تقاعس يعني. طب احنا خلينا حضرتك نتابع مع مديريه التربيه والتعليم والابنيه التعليميه ونتاج وطبعا وندفع موضوع اللي يعني عمل الاختام والتغييرات اللي مطلوبه طالما ما فيش ما يمنع لهذا. وزي ما بقول هي تشرفنا طبعا اسره الشهيد، تشرفنا يوم الاحد القادم وان شاء الله نشوف كل حاجه نخلصها لحضرتك. سياده المحافظ الموضوع في عهده حضرتك يا فندم. ان شاء الله اهلا بيها وتشرفنا يا فندم، واحنا طبعا بنعتز بشهداء الوطن يعني. ميرسي يا باشا. ميرسي دكتور كمال شاروبين محافظ الدقهليه. اتفضلي يا فندم، تروح ان شاء الله سياده المحافظ باذن الله. باذن الله.